تاكل ايه؟ أعزائي المشاهدين ومتابعين جمهور الفن في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معنا، انهيار المخرجة الكبيرة ساندرا نشأت بعد صلاة الجنازة على والدتها في كنيسة كيرلس في مصر الجديدة. زي ما حضراتكم شايفين خروج الأستاذ أشرف زكي بعد صلاة الجنازة. طبعا يعني باين جدا تأثر المخرجة ساندرا نشأت، حيث أن المخرجة ساندرا نشأت في تصريحات سابقة لها يعني وصفت لينا قد ايه والدتها هي الوحيدة اللي كانت الداعم الأول والأخير لها، عندما يعني قررت الاتجاه إلى الإخراج ولم يقف معها أحد، على عكس أن